السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، ازيكم؟ يا رب تكونوا كده بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ينعاد عليكم يا رب، انتوا وكل اسركم بالخير كله. النهارده ان شاء الله احنا هناخد المحاضرة الجديدة بتاعتنا اللي هي الـ Excitation Contraction Coupling 2. احنا كده خدنا الـ Physiology بتاعت الـ Skeletal Muscle، وبعد كده كملنا الـ Excitation Contraction Coupling 1، ودلوقتي هناخد الـ Excitation Contraction Coupling 2. معظم المعلومات احنا خدناها اوريدي خلاص في اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج 1. احنا دلوقتي بس بنكمل على زي ما بنقول كده الاكسسوارز بقى بتاعت اللي احنا خدناها. العضله حصل فيها كونتراكشن، اند ايه اللي حصل بعد كده؟ طيب خلونا كده نعرف الاول ايه الاوبجكتيفز اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده. انا اول حاجه عايزه اعرف بوضوح الرول بقى بتاعت السيركوبلازم ريتيكولم في المسل كونتراكشن. ده عضو مهم جدا جوه الخليه، بيفرق معايا قوي في المسل كونتراكشن. تاني حاجة، أنا قعدت أذكر كلمة كالسيوم كتيرة جدا، إيه لازمة الكالسيوم وإيه أهميته والريسبتورز بتاعته، برضو هيبقى وضعها إيه معانا بعد كده بالذات as a drug target. اتفقنا في أول محاضرة إن أنا مش بس في جسمي في سكلتال ماسلز، يس في سكلتال ماسلز بتشكل نص وزننا، ولكن أنا عندي كارديك ماسل لا تقل أهمية طبعا، دي بتاعت الهارت، وعندي كمان السكلتال ماسل. حلاوة الفسيولوجي ان هو بيربط لكم اللي احنا بناخده ده بحياتنا اليومية، ان احنا بنتكلم على حاجات بتحصل فسيولوجيكلي في جسمنا. فايه بقى اللي هنربط بيه اللي احنا خدناه ده في الكلينيكال لايف او في حياتنا اليومية؟ واخر حاجة هنتكلم طبعا على شوية تغيرات في الاينز سبيشالي البوتاسيوم في المسل كونتراكشن. طيب نسمي ليه كده ونبتدي، وهتلاقوا ان شاء الله اللكتشر سهلة وصغيرة وبسيطة جدا. نراجع سريعا عشان نعرف بس نبني كلامنا بعد كده، نراجع سريعا على excitation contraction coupling. الحدوته كانت كالاتي، ان حصل لي اكشن بوتنشال في النيرف، راحت ببساطه وصلت عن طريق الموتور اند بليت والنيورو ماسكولار جنكشن للمسل، عملت اكسيتيشن اكشن بوتنشال سوري في المسل. الاكشن بوتنشال اللي حصلت على السيرفيس بتاعت المسل دي تغلغلت جوه الماسل نفسها عن طريق التي تيوبيولز اللي جريت لمست في السيركوبلازميك ريتيكولم، اللي هو راح مخرج الكالسيوم. الكالسيوم جوه الخليه زاد جدا، مسك في التروبونين سي وحصلت الكروس بريدج سايكل. في الاخر انا خلصت الاكسايتيشن بتاعتي وخلصت الكونتراكشن، مفيش اكشن بوتنشال جديده جات لي، سو الكالسيوم رجع تاني دخل السيركوبلازميك ريتيكولم وحصل ريلاكسيشن. طبعا ده هايلايت على الستبس الكبيره بدون الدخول بقى في التفاصيل اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. انا بس حاولت اعمل كويك ريفيجن كده على اللي احنا قلناه. طيب نيجي بقى للساركوبلازم ريتيكولم، ده هو ايه اهميته وليه انا اتكلمت عنه عضو وحيد وسبت بقيه الاعضاء اللي في الخليه؟ اتكلمت عن الساركوبلازم ريتيكولم يا شباب لان هو المخزن بتاعي بتاع الكالسيوم. والله انا عندي كالسيوم جوه سيركوبلازم ريتيكولم كل حاجه هتمشي حلوه، ما عنديش لاي سبب إن كان الدنيا هتقف ومش هتمشي كويس. طيب السيركوبلازم ريتيكولم دي فيها بامب مهمه جدا اسمها كالسيوم اي تي بيز بامب، دخول وخروج الكالسيوم بيحتاج اي تي بي، وهتعرفوا في المعمل ان شاء الله كمان بتاع الفسيولوجي الاي تي بي ده مهم جدا. انا من غير انرجي مش هعرف اعمل اي حاجه، حتى انتوا نفسكم كده في الحركه بيقول لك ايه، كل عشان تتحرك، كل كويس عشان عندك النهارده مشاوير كتير، كل ده بيجي منين؟ من الاي تي بي. تمام، انا عندي تو تايبس اوف ريسبتورز مهمين جدا جدا في الحدوته دي، حاجه اسمها كالسوكستريم، ده بيمسك الكالسيوم لوزلي وده بيسهل عمليه الموفمنت. يعني ايه بقى بيمسك الكالسيوم لوزلي؟ خدوا بالكم يا دكاتره ان انا لو عندي الريسبتورز دي باوند للكالسيوم كويس قوي وبقوه قوي، انا مع الاسف وقت ما تيجي الاستيمولاي اللي هتخلي الكالسيوم يسيب الريسبتور ويطلع مش هيتحرك لان هو باوند للكالسيوم جامد. ولكن ميزه الريسبتورز بتاعتي ان هي بتباوند للكالسيوم لوزلي، سو لما بتجي لها استيمولاي بسهوله جدا بتروح بايع الكالسيوم تقول يلا يا عم خده عشان ايه نخلص الكونتراكشن بسرعه. عندي الرايدونين ريسبتورز ودي مهمه قوي لان هي بتشتغل از دراج تارجت، لان هنعرف ان شاء الله في الموديولز اللي بعد كده سبيشالي الهارت ان سام تايمز انا بدي ادويه كالسيوم شانل بلوكرز. يعني ايه بلوكرز؟ يعني بيعملوا بلوك للكالسيوم شانلز. التارجت بتاعتي في الادويه دي بتبقى الرايدونين ريسبتورز. ليه؟ في الهارت بيفرق معايا ان انا مش عايزه الكالسيوم كتير، او حتى لو انا جيت اخرج كالسيوم انا عايزه اقلل شويه خروجه، فبلوك ذيس ريسبتورز.
الكالسيوم طبيعي جسمنا بيتراوح مثلا 9 ل 11، هتلاقي كتب كاتبين 7 ل 11 1 جسم مللي جرام بير ديسيليتر في الدم. زي ما قلنا اللكتشر اللي فاتت، وات اف ذير از نو كالسيوم، ايه اللي هيحصل لو انا ما عنديش كالسيوم؟ بمنتهى البساطه، نو كالسيوم نو ماسل كونتراكشن. دي ابسط حاجه انت ممكن تسمعوها، انا والله لو ما جاليش كالسيوم انا مش هعمل ماسل كونتراكشن. الكالسيوم بقى تثبيته في الجسم ازاي؟ والله فيه هرمونز كتيره جدا زي الثيروكسين، زي هرمون اسمه كالسيتونين، زي البارثيرويد هرمون، كميه هرمونز رهيبه جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقها تؤثر على الكالسيوم، وتؤثر كمان على الستورج ودخوله وخروجه في العظم، والحاجات اللي احنا ان شاء الله هناخدها في اخر لكتشر بتاعت البون. That's why احنا ان شاء الله في الاندوكراين، في الموديول بتاع الاندوكراين بناخد الكالسيوم هوميوستاسيس دي بالتفصيل الشديد، عشان الموضوع طبعا طبعا مهم جدا. طيب احنا كده خلصنا الكلام عن ساركوبلازم ريتيكولوم، واهميه ان في عندي تو ريسبتورز مهمين جدا بيشتغلوا از دراج تارجت، واحد بيباوند لوزلي للكالسيوم، وده مهم ان هو لو بيباوند فيرملي للكالسيوم انا مش هعرف اعمل كونتراكشن بالثلاثه الحمد لله رب العالمين بتحصل عندنا بيها. والتاني راينودين، ده انا سام تايمز انا بدي ادويه تو بلوك الشانلز دي انها ما تخرجش كالسيوم حتى لو جات لها الاستيمولاي ان هي تخرجها. حلو قوي، نيجي بقى نتكلم عن التايبس الباقيه بتاعت العضلات. احنا خدنا الاسكلتال واتفقنا ان دي فولنتري ماسلز انا بشغلها بناء على رغبتي. السموث دي ان فولنتري انا ما بقدرش اتحكم فيها خالص، وهنعرف دلوقتي تفاصيل عنها. والكاردياك او اللي هي الهارت ماسلز اللي هي عضله القلب، وطبعا يعني عندنا موديول كامل عن عضله القلب، بس لو ان شاء الله الكارديو وقد ايه دي حاجه سبحان الله من ساعه ما احنا بنتولد جوه او بنتوجد جوه يعني الرحم بتاع امهاتنا الى لا قدر الله الوفاه، طول الوقت دي حاجه ما بتبطلش شغل ولو للحظه حتى. نتكلم اول حاجه عن عضله القلب. عضلة القلب طبعا يا شباب هي طول الوقت بتشتغل، وطبعا احنا ابدا ما بنقدرش نتحكم في انقباضات القلب، ولا بنقدر نسرعها ولا بنقدر نبطئها. ايه وظيفتها؟ طبعا انا قلت لك ايه وظيفة القلب. اول حاجة حضرتك هتقولها لي بامبنج اوف بلاد، طول النهار والليل القلب بيكونتراكت وعمال يعمل انقباضات كتيرة وبيشتغل كتير عشان يبوش الدم طول النهار وابدا ما يوقفش. وطبعا طبعا اكيد في اسرنا او في اهلنا او في قرايبنا كبار سنا سمعنا عن مشاكل عندهم في عضلة القلب، ارتخاء، ضعف، اي حاجة تؤدي، لان هو دايما بيبقى عنده بيتعب بسهولة، ما بيقدرش يعمل مشاوير طويلة، بيجهد بسهولة، ما يقدرش يطلع سلالم كتير وهكذا. لمعلوماتكم معلومة صغيرة وهناخدها بالتفصيل بعدين، ولكن يا دكاترة عضلة القلب سبحان الله جواها منها فيها حاجة بتطلع الإمبلس، دي حاجة اللي اسمها بيس ميكر. بيس ميكر دي يعني إيه؟ يعني هي اللي من نفسها بتعمل الإمبلسز اللي بتروح لها. طيب دي اسمها اس اي نوت، ودي سبحان الله اللي هي فيها سر الحياه، اللي بيحط الحياه او بيخلي الهارت يشتغل الاس اي نوت. ايه بقى اللي بيخلي الاس اي نوت دي تشتغل؟ وهنا بنقف، الطب عاجز عن تفسير هذه المعلومه، ايه اللي بيشغل الاس اي نوت؟ ليه اول حاجه بتظهر في رحم الام نبضات قلب الطفل؟ جت منين؟ مين قال لها تشتغل؟ مين اللي ده الاستيمولاي؟ بنسميها intrinsic، يعني هي من نفسها بتدي الاستيمولاي اللي روحها، ومن نفسها بتعمل impulse generating، هي اللي بتخلق الامبلس دي، وبنسميها بيس ميكر. هناخدها بالتفصيل بعدين، ولكن وجب ذكر المعلومه as long as احنا بنتكلم عن الهارت والcontractions بتاعته. طيب نيجي بقى للشق الثاني وهي السموث ماسل فايبرز. ايه اللي بيحصل في السموث ماسل فايبرز؟ دي انفولنتري ماسلز، ودي دايما اول ما اقول لك سموث ماسل فايبر افتكر على طول الجي اي تي، الجهاز الهضمي بتاعنا، الدايجستيف تراكت كلها فيها سموث ماسل فايبر، الريسبيراتوري باسجز كلها، كل بقى الجزء التنفسي بتاعنا، البرونكاي، كل حاجه فيها ده فيها سموث ماسلز. البلاد فيسلز سبيشالي الكبار دي عباره عن سموث ماسل طبعا، ايفن الصغيرين برضو. واليورينري والجينيتال دكت، يعني لو احنا قلنا السكيلتال ماسل دي اللي هي بتاعت الهيكل العظمي بتاعت السكيلتال، ايدين ورجلين وظهر، قلنا الكارديك ماسل دي بتاعت القلب، يبقى كل حاجه بقى جوه اللي فاضله دي بتاعت السموث ماسل. الصوره دي يا شباب
هتفكر لكم دايما ان احنا من بره هنا السكلتن، الكارديك دي حاجه واضحه، كل حاجه بقى هولو اورجن بنقول عليها اي اورجن فاضي، زي مثلا الرحم، زي مثلا اليورينري بلادر، المثانه، زي المعده، زي الامعاء اللارج والسمول انتستين، كل دول سموث ماسل. طيب ايه البروبرتيز بتاعتها؟ اولا هي طبعا سلوور تو كونتراكت عن السكلت المصل. سكلت المصل حضرتك في اللحظه تروح هوب شايل الشنطه على ظهرك، لا، السموث ماسل حركتها ابطا بكتير من السكلت المصل، وبرده سلوور تو ريلاكس. ما انا لو خدت وقت عشان اعمل الكونتراكشن هياخد وقت عشان اعمل ريلاكسيشن. طيب الميزه بتاعتها بقى ان هي انقباضتها اقوى. تخيلوا معانا كده الدكاتره، انت حضرتك رحت ضارب اكله تقيله وفي المعده، والاستمك بتاعتك انت دايما بتقولها معدتي كبسه عليا مش عارفه اخد نفسي، وهي بقى المعده دي حرام حبيبتي عايزه بقى تنقبض عشان تزق كل الاكل ده في الامعاء. فطبعا هي بتقدر تعمل كونتراكشن فتره اطول بكتير عشان تفضي كل اللي فيها وينزل. وكذلك برضو مثلا اليورينري بلادر، المثانه، برضو هي تقدر تعمل كونتراكشن فتره طويله عشان تنزل كل اليورين اللي فيها. واكبر مثال طبعا سبحان الله الرحم، وقد ايه بيعمل انقباضه قويه لفتره طويله لحد ما البيبي بالكامل ان شاء الله بيخرج. ريزيستنت فاتيج، ما اقدرش اقول معدتي تعبت الا اذا لو لا قدر الله في مرض، ما بيتعبوش بسهوله. ما اقدرش اتحكم فيهم في انكونشس كنترول، ما اقدرش اتحكم فيهم ولا في حجمهم. اللينس طبعا بيتفاوت ما بين اليوترس والبلاد فيسلز من 20 ملم لحد 500، بيتفاوتوا طبعا في طولهم. طب يبقى تاني السموث ماسل بروبرتيز بتاعتها ايه؟ بتاخد وقت ابطا في الكونتراكشن، وقت ابطا في الريلاكسيشن، ولكن تقدر تنقبض فتره طويله وما بتتعبش بسرعه، وطبعا ما بقدرش اسيطر على اي حاجه فيها. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ قبل ما نقول الفانكشن بتاعتها يا دكاتره، كان في سلايد انا حاطها لكم في الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج وهزودها لكم تاني هنا. السلايد دي كانت بتتكلم عن ان ازاي بيحصل كونتراكشن في السموث ماسل. انا عندي كان في السكلت الماسل كان عندي والله تروبونين، تروبومايوسين، واكتين ومايوسين فايبرز. انا هنا مكان بقى التروبونين والتروبومايوسين عندي حاجه اسمها كالمودولين. الكالمودولين دي والكالسيوم كالمودولين كومباينيشن هو ده اللي بيعمل لي كونتراكشن. الحته دي يا دكاتره مكان لسؤال شهير جدا، هو انا عندي في السكلت الماسل كالمودولين؟ لا. هو انا عندي في السموس ماسل تروبونين او تروبومايوسين؟ لا. انا عندي في السموس ماسل بيعمل لي كونتراكشن كالمودولين، بيحصل الكالسيوم بيمسك في الكالمودولين ولا بيمسك في تروبونين سي، ولا بيخلي التروبومايسين يتحرك من مكانه فاعرف اعمل سلايدنج، ولا الحوارات دي بتحصل. طيب امال عندي ايه بقى في المقابل، او ايه الفانكشن بتاعتها في المقابل، وايه اللي بيخدمني فيها؟ اول حاجه يا دكاتره ان انا عندي حاجه اسمها بريستالسيس. بريستالسيس دي عباره عن امواج، ان انا بقعد اعمل ايه كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن لحد ما الاكل بيمشي، اكني كده بعصر عشان انزل كل اللي في الكيس مثلا. ليه؟ عشان اتاكد ان كل الحاجه فضيت. واكتر مثال شهير الاسوفكس. الاسوفكس والاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين بيفضلوا يعملوا سيريال اوف كونتراكشن وريلاكسيشن عشان يتاكدوا ان كل اللي فيهم فاضي. حاجه تانية مهمه قوي، لان السموث ماسل بتقدر تخرج لنا كولاجين والاستين والحاجات دي، نورمالي بيصنعوا الفايبروبلاست. دي حاجة مهمة هتعرفوها في البلاد، الفايبر بلس ده بيساعد في ايه، ولكن زائد ان هي بتعمل كونتراكتيليتي بتطلع كولاجين وإيلاستين. نتكلم بقى كده شوية عن السموث ماسل أكتر. أنا عندي نوعين من السموث ماسل، ولو انتوا تقدروا حتى تخمنوهم لما حكيت لكم السموث ماسلز دي موجوده فين. قلت لكم موجوده في اللارج اورجنز، هولو اورجنز، موجوده في البلاد فيسلز، موجوده في اي عضله غير اللي انا بقدر اتحكم فيها، ولا هارت ولا سكلتل. من هنا ربنا سبحانه وتعالى عمل لي نوعين من الانرفيشن، او نوعين من شكل السموث ماسل وحركتهم. نوع اسمه سنجل يونت، ونوع اسمه مالتي يونت. ايه الفرق؟ الفرق ان السنجل يونت دي كل العضلات هتتعامل اللي في الاورجن ده على انهم وان اورجن.
يعني ايه؟ يعني انا مثلا ايه في الاستومك؟ مش كل استومك دي عضله واحده، دي عباره عن مجموعه عضلات من ماسل فايبرز كتير ملازقه في بعض، بس كلهم على انهم اورجن واحد. لكن المالتي يونت لا، والله لا، الموضوع مختلف. الايريس اوف ذا اي اللي هو الحته الملونه اللي في عيننا دي، الحته الملونه اللي في عيننا دي فيها عضلات بتسبلاي، كل عضله ليها اوردر او ليها حركه مختلفه، وده اللي بيساعد ان عضله عينك سبحان الله تقدر تلقط كل الداتا في كل الوقت. مش لازم تشتغل از وان يونت، ما هي لو وان يونت هتتجه العين كلها طول الوقت، تبقى زنقه في ركن واحد في عينك. ولكن البالانس ما بين العضلات اللي حواليها والماسل فايبرز بتاعت كل عضله هي اللي بيخلينا نتعامل مع الايرس بالسهوله والسلاسه اللي انتوا بتشوفوها دي. طيب نشرح شويه عشان تفهموا اكتر. في السنجل يونت انرفيشن انا عندي حاجه اسمها جاب جونكشن. ايه الجاب جونكشن دي؟ الجاب جونكشن دي كنا ذكرناها قبل كده في اول لكتشر. دي سبيسز بتحصل ما بين الماسل فايبرز بتسرع وبتنقل بسرعه جدا الامبلسز، فبتساعد ان الامبلسز او الاورجن كله يشتغل از وان يونت. بيجي لها انرفيشن واحده، يعني كل الماسل فايبرز في نيرف سبلاي واحد بيجي لهم كلهم عشان يدي لهم نفس الاوردر، فكلهم عن طريق الجاب جانكشن يجي لهم نفس الاستيميليشن، فكلهم يعملوا نفس الاكشن. كوردينيتد كونتراكشن يعني هم كلهم بيكوردينيت سوا او بيتحركوا مع بعض عشان يطلعوا انقباضه قويه واحده عن طريق او استجابه للاستيمولاي اللي جات لهم. لكن هنا بقى في المالتي يونت لا، والله انا كل ماسل فايبر عندي في العضله يجي لها انرفيشن لوحدها. الاماكن زي ما قلت لكم في السكين، في الالكتروبايلي ماسل، او في الايرس بتاعت العين. طيب نتكلم شويه اكتر. السنجل يونت الجاب جونكشن اللي فيها والسنجل انرفيشن بتاعها هو ده بيخليها تتعامل على انها وان يونت، وان اورجن، حاجه واحده بس بتشتغل. وده بيخلينا نعمل رزمستي حلوه، بريستالسس حلوه، الحركه تبقى سموث وسهله. لكن المالتي يونت لا، والله انا كل واحده لوحدها هشتغل، زي العضلات بتاعت العين والعضلات بتاعت البيلي وريكتال ماسلز والعضلات الموجوده في اللارج بلاد فيسلز. احنا عندنا يا جماعه بلاد فيسلز زي الاورتا مثلا، طويل جدا واخد الجسم من اوله، يعني نص جسمك اورتا. هل معقوله كل ده تبقى وان ماسل شغاله بوان انرفيشن وتعمل على وان يونت؟ ده طويل جدا، ازاي هيعمل كل ده لانه وان يونت؟ ما ينفعش. فذاتس واي لا، ربنا عامل لكل سيجمنت النيرف سبلاي ليها والعضلات بيجي لها اوردر بتتحرك على اساسها. سنجل يونت اشهر امثله ابدا ما ننساهاش اليورينري بلاد فيسلز الصغيره. اي هول اورجن زي ريكتم، زي يورينري بلادر، زي مثلا ستومك، زي مثلا لارج انتستن، سمول انتستن، وريبرودكتيف تراكت زي مثلا طبعا اشهر مثال دايما بنقوله اليوترس. نقف وقفة كده ونرجع تاني نتكلم عن السلايدز دي. أنا والله بتكلم من السموث ماسلز بتاعتي عشان تشتغل، أنا عندي حاجة من اتنين، هنا سنجل يونت انرفيشن أنا بيجي لي بلاد سبلاي واحد للأورجن كله، هنا مالتي يونت كل عضلة في الأورجن ده جاي لها بلاد سبلاي ليها خاص بيها لوحدها وهتتصرف على أساسه. سنجل يونت انا عندي جاب جانكشنز قويه جدا في الاورجن ده، بيوصل الامبلس اللي جت دي سريعا لبقيه الماسل فايبرز، فكلهم بيشتغلوا از وان يونت فجاه. واشهر مثال ليها الهور اورجنز، بتساعد عن البريستاليسز او الحركه فيهم تحصل فيهم كلهم في وقت واحد، فيعمل كله از وان يونت قويه، يدي كونتراكشن قويه مره واحده. لكن المالتي يونت لا، انا عندي مثلا ايرس اوف ذا اي، العين لازم تبقى كل مصل ليها اوردر ليها تعرف تتحرك على اساسها، وده اللي سبحان الله بيظبط الايرس بحركته اللي احنا بنشوفها دي. وعندي مثلا لارج بلاد فيسلز، حاجه طويله جدا زي الاورتا، كل سيجمنت فيها هيجي لها اوردر منفصل وتعمل حركه منفصله. ما ننساش السنجل يونت دايما، ما ننساهاش انا وان اورجن بيعمل الشغل كله. طيب الحتة دي يجي فيها أسئلة كتيرة جدا مهمة، إيه أمثلة الأسئلة اللي تجيلي في الجزئية دي؟ مثلا الجاب جانكشنز موجودة أكتر في سموث ماسل، في سكيلتال ماسل، كارديك ماسل، أكتر حاجة سموث ماسل. طيب تاني سؤال، السنجل يونت انرفيشن موجود والله في الايرس اوف ذا اي؟ لا، سنجل يونت هديك تشويسز كده، تختار اليوترس، تختار وين بلادر، وهكذا.
مش هجيب البلاد فيسلز، لان انا عندي اللارج بلاد فيسلز زي الاورتا، ده ممكن اقول عليه مالتي يونت. سمول بلاد فيسل بتاع اي اورجن ممكن يكون سنجل يونت، فذاتس واي انا ممكن قلت لك اورتا تقول لي مالتي يونت. طيب ايه تاني هقول لك؟ مثلا الايرس اوف ذا اي عندها سنجل انرفيشن، تقول لي لا. وهكذا. الحته دي يا شباب مليانه اسئله كتيره جدا، وممكن اربطها لك بكيس مثلا واحده وقت الولاده اليوترس بتاعها عمل مثلا ريزميك كونتراكشن عشان ايه موجود فيه. فانت بقى اقول لك بقى عشان في مالتي يونت انرفيشن، عشان مثلا ان هو اقول لك مثلا عشان في سكلت المسلز بتشتغل قويه، ومثلا ان قلت لك في التشويسز مثلا ديو تو وجود الجاب جونكشنز، فتختار الجاب جونكشنز. احنا كده خلصنا نيلي المحاضره بتاعت النهارده، فاضل لنا حاجه بسيطه جدا نتكلم عن الكلينيكال ابلكيشن. ميزه يا شباب الفسيولوجي ان هو بيعلمك تفكر، هو زي ما هما مكتوب كده ثوت بروسيس، تعلمك تفكر ازاي تو ابروتش اللي حصل وتغير، لان انت عندك معلومه عن الطبيعي كان شكله ايه. اول حاجه انتوا اوريدي خدتوها قبل كده، بس احنا هنسال فيها تاني وبنعيدها تاني لانها مربوطه جدا باللوكوموتر برضه، وهي المايثينيا جريفز. ايه حدوته المايثينيا جريفز دي، وايه الست بتاعت المايثينيا جريفز دي، ايه مشكلتها او عندها ايه؟ طيب الحدوته بتبتدي كالاتي، ست يوجوالي بتبقى في الستات اكتر، تيجي تشتكي لك في ايه بقى؟ والله يا دكتور انا بصحى من النوم على الساعه 9، يا دوب الف في شغل البيت حاجه بسيطه جدا، والاقي هوب تعبت قوي ومش قادره اتحرك، قول يا ربي ازاي صاحيه من النوم تعبانه كده، انا ما عملتش حاجه لسه، ده انا ما عنداش ساعه ولا ساعتين على شغل البيت. وبعد كده اتعب واقعد في السرير ما اقدرش اتحرك مثلا حبه كويسين كتير كده، لحد ما فين وفين اقدر اقوم تاني. ويجي جوزها معاها، ودايما صدقوني هتشوفوا السين ده كتير قوي، ويجي جوزها يقول لك ايه؟ بتتدلع. تتدلع يا دكتور، شوف بقى هنعمل فيها ايه، انا جايه عندك اصلا النهارده عشان تعمل لها شويه تحاليل كده وفحوصات، وتقولي انها زي الفل، عشان هي ايه كل يوم بقى سايبه شغل البيت يضرب يقلب وهي بتتدلع. طيب تبص في وش الست تلاقي ايه، او هو نفسه الراجل يقول لك ايه، وتروح موقعه عينها كده تقولي خلاص انا تعبت، تقعد تقول له يعني بتقع عينها، يقول لك اه هي بتقع عينها على فكره. دي ساين ابدا ما بنغفلهاش. ايه اللي بيحصل بقى يا دكاتره؟ اللي بيحصل والله ان انا عندي اوتو اميون ديزيز، مرض سبحان الله في المناعه، ان الانتي بوديز ابتدت تطلع وتهاجم الاستايل كولين ريسبتورز، الريسبتورز بتاعت الاستايل كولين، الاماكن بيحصل اتاشنج اوف الاستايل كولين للريسبتورز بتاعته، بتيجي هي الانتي بوديز دي وتقعد على السايتس بتاعت الاستايل كولين ريسبتورز، والاستايل كولين يبقى موجود ومش عارف يمسك. وبالتالي ما بيحصلش اي حاجه في العضله. انا والله عملت اكشن بوتنشال في النيرف، عدت موتور اند بليت نيرو ماسكلر جنكشن على الاستايل كولين، طلعته جه الاستايل كولين بقى يمسك بقى فيها عشان يقول لها يلا يا مصل ابتدي اشتغلي، ما يلاقيش حته يمسك، ما مش عارف يمسك في حته. وبالتالي بيحصل الفتيك. هو ده شكل الانتي بوديز اللي ماسكه، شايفين هنا يا شباب لان الاستايل كولين المفروض يقعد على الريسبتورز بتاعته، نيجي هنا نلاقي الانتي بوديز دي قاعده، فتلاقي ان من هنا الاستايل كولين ما عرفش يمسك، فالسوديوم ما عرفش يتحرك، ما عرفش يعمل اكشن بوتنشال بقى تحت في العضله، والاستايل كولين بسبب ان هي مش عارفه تمسك فالريسبتورز مقفوله، ما فيش حاجه فتحت ولا عدت. ولكن هنا لا، ده الانتي بوديز واقفه، فالكالسيوم سوري الاستايل كولين ما عرفش يمسك اصلا، فما عرفش يوصل المعلومه بتاعت يلا اعملي اكشن بوتنشال في العضلات. طيب الشكل بيبقى ايه بقى؟ الحاجه اللي ابدا ما نقدرش نغفلها ان ايفن الست عضلات عينيها الايلتس عشان مفتوحه طول النهار بتجات فاتيج، وبيحصل دروبنج في الايلتس، الايلتس بتاعتها بتقع من كتر الفاتيج اللي حاصل. ودي الحاجه ان هي مهما الست كانت بتمثل وبتدعي ان هي تعبانه وايديا مخدله ومش قادره، ابدا ما يحصلش ان الايلتس تقع. معاها بيحصل شينج اوف فويس، ان هي بتبقى حتى ايفن احبالها الصوتيه تعبانه، ما بتعرفش تبلعنا زي ما احنا لسه قايلين في السوالوينج ده سموث ماسل، فبرضه في استايل كولين بيتحرك، ما بتعرفش ان هي تبلع، حتى بيبقى في ديفيكولتي في البلع. الداتا دي يا دكاتره بالاعراض دي ما تمشيش الست الا وانت قايل لها ده انت وارد يكون عندك انتي بوديز، وارد يكون عندك مرض مناعي، فتمشيهاش وما تفهمش جوزها ان هو معاه حق خالص، هو ماهوش معاه حق ولا حاجه. الفكره كلها ان هي فعلا عندها مرض مناعي بيعمل كده،
ومش بعيد في لحظة كده تلاقي ايه ان في سنة هيستوري، فاميلي هيستوري للموضوع، يقول لك ايه زي مامتها مثلا، زي جدتها كانت برضو ايه دلوعة كده، او برضو بتتعب بسهولة كده. سبحان الله، this is family history, this runs in families، بيعدي في الاسر وبيتنقل ان هي مرض مناعي فبيتوارث. طيب وارد جدا ان انت تلاقي عندها في العيلة نفس الاعراض. طيب هنعمل ايه؟ يعني انا خلاص وصلت معاها للست دي، حضرتك فعلا طلع عندك في تحليل الدم انتي بودز، او حتى من غير ما تعمل تحليل دم تجرب كده نديلها حاجه ونشوف هيحسنها ولا لا. لو حسنها يبقى انا كده ايقنت ان الست دي عندها مايثينيا جريفز، ما حسنهاش يبقى خلاص بقى يعني ايه نشوف سبب تاني قبل ما نقول كومنت ان هي بتتداعي المرض. انا فكرنا، او مش انا يعني، كانوا جنرالي فكروا بتوع الفسيولوجي، طب ما ندي استالكولين استريز انهبيتورز. طب انا هعمل ايه؟ هعمل الاستالكولين لما يتكون بره، ما اروحش انا على طول مطلع استالكولين استريز يروح مكسره ويبقى كانك ما عملتش حاجه. لا، انا هسيبه يفضل يتكون يتكون يتكون، وهمنع ان هو يتكسر. احتمال باي تايم اقدر اعدي منه على الموتور اند بليد وبرولونج الاكشن شويه على الموتور اند بليد. الانتي بودز دي بتبقى موجوده بس مش من اول ما هي تصحى من النوم تبقى موجوده، بتصحى وبتتكاثر وبتمسك بعد الشغل والحركه الكتير بتاعت الاستالكولين. فذاتس واي ان انا هزود شويه الاكشن بتاع الاستالكولين على الموتور اند بليد قبل ما اكسره بالاستالكولين استريز، ما يبقاش هي عندها انتي بودز وكمان بكسر لها الاستالكولين. لا، انا هسيب الاستالكولين يقعد شويه لعل وعسى يديني اباتر بيرفورمانس لي. الدواء الاستالكولين استريز انهبيتور اسمه نيوستجمين، في نيوستجمين وفايسوستجمين، دي اطرى ايفن بنديها لهم، والنيوستجمين ده دواء بيتبلع. فبنجرب الدواء ده وموستلي لو هي فعلا مايثينيا جريفز ان شاء الله بيجيب نتائج كويسه قوي قوي. طيب اي حل عندنا بقى؟ هي مع الاسف والله ريليتد اكتر للفورنسيك، الطب الشرعي. بتتكلم عن الرايجور مورتس. ايه بقى الرايجور مورتس دي؟ الحاجات اللي الواحد خدها وهو صغير في الفورنسيك وكانت مفاجأة بالنسبة لي، الواحد كان بيشوفه في الأفلام ده طلع بجد. إيه اللي بيشوفه الأفلام؟ أول ما بعد الشر بنخش ونلاقي جثة، وطبعا بنسسبكت لا قدر الله إن في جزء جنائي، فبيندهوا على طول حد من الطب الشرعي يجي يعين الجثة دي. بيعين إيه بقى تفتكروا؟ غير الطلقة والدخول والخروج بتاع الرصاصة وجاية منين والكلام ده، ولا مثلا مش عارفة سبب الوفاة والكلام ده؟ بيعين زمن الوفاة، ودي بتبقى مهمة جدا في حل مشاكل كتير قوي. هو بقاله قد ايه؟ حتى ما بيرجعوا بالكاميرات نرجع لحد امتى؟ هو توفى امتى؟ بنعرفها منين بقى؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان زي ما الكونتراكشن بتحتاج اي تي بي، برضو الري ابتيك بتاع الكالسيوم جوه السيركوبلازمك ريتيكولم بيحتاج اي تي بي. الاي تي بي ده يا شباب هو اللي بسببه بنقول ان عملية الريلاكسيشن والكونتراكشن بتحتاج لانرجي. ليه؟ لان هو بيساعد ان انا اعمل كالسيوم ري ابتيك والاكتين يفك من المايوسين وهكذا. رايجور مورتس دي كونتينوس ماسل كونتراكشن، عشان مفيش انرجي حصل طبعا بيحصل وفاه، فولا بقى في اي تي بي داخل ولا طالع، ولا في بامز شغاله، كل حاجه وقفت فجاه، وبالتالي مش هعرف اعمل كما يجب افك الاكتين من المايوسين. في الافلام احنا بنشوف فجاه الشخص بيقع من طوله اول ما بيحصل الوفاه، وده نتيجه لانسحاب الروح النفس، نتيجه ان الهارت بطل يبمب بلاد، فبيحصل الهبوط اللي احنا بنشوفه في الافلام ان الشخص فجاه بيروح واقع من طوله ونايم على الارض. ولكن بعد كده بيبقى فيه الستيفنس بتاع بعد الوفاه بسبب ان الاكتين والمايوسين لسه ماسكين في بعض وما حصلش الريلاكسيشن ده. طيب دي صوره مش عليكم طبعا، مش هنسأل فيها خالص، ولكن انا بوريكم ازاي ان انا بقدر اعرف وقت الوفاه. يعني انا مثلا لو هو الجسم دافي وفلاسيد لسه مش مخشب، يبقى انا حوالي 3 ساعات الوفاه حاصله في زمن اقل من 3 ساعات، يعني بنقول يا immediately up to ساعتين 3 ماكسيمم، وعلى حسب برضو الجو ساعتها. لا، ده الجسم دافي بس مخشب، لا لو لسه دافي يبقى انا بتكلم في 3 ساعات لاولموست 8. لا، ده الجسم متلج بقى خلاص بقى ساقع ومخشب، يبقى انا ما عداش اكتر من 3 ايام على الوفاه دي. لو انا دخلت لقيت لا قدر الله الجسم مخشب، يعني حتى عامل المنظر ده، حتى لو هو على الارض تحسه زي ما يكون كونتراكتد كده مرفوع او مقرفص او تاني ركبه وايديه، يبقى انا بتكلم مثلا في 8 ساعات ليومين ثلاثه.
لكن لو خلاص بقى الجسم متلج ومريح خالص، لا يبقى انا كده الوفاة دي عدى عليها كتير، وموست بروبابلي هتلاقي ان في تغيرات ابتدت تحصل في السكين كمان مع ريحة، لو معدي عليها اكتر من يعني اقل من يومين كده، حوالي 48 ساعة. طيب ايه الحاجات اللي انا بشوفها؟ والله بشوف ايلتس مبدئيا، الفيس الجو، بشوف الفكين والايلتس، بشوف العضلات بتاعت الرقبه والترونك، بشوف العضلات بتاعت الابدومين والرجلين اللور لبس. مهمه مهمه جدا الموضوع ده بصراحه. زي ما بقول لكم في تحديد زمن الوفاه، بس احنا كان لازم نشرح فيسيولوجيكال بيزس على الكلام ده، ان طول ما في ورم هقدر هاخد وقت شويه قبل ما ابقى ستيف 8 ساعات، لكن بعد ما الجسم بيفقد حرارته خلاص بعد 8 ساعات بيبتدي يبقى كولد وستيف، وبعد كده بيبقى فلاسيد. سبب الفلاسيدتي هنا ايه؟ يعني ليه بعد 36 ساعه العضلات فكت والاكتين والمايسين ريحوا وخلاص ما بقوش عايشين في بعض اكتر من كده؟ سبب الفلاسيدتي هنا يا دكاتره هي الفتيج اللي حصل في العضله. العضله وصلت لمرحله ما بقتش قادره ان هي تفضل كونتراكتد، فهم اوريدي بعد يعني حوالي يومين من الوفاه خلاص بقى ولا في اكتين ولا مايوسين ولا بروتينز بتشتغل، فطبعا الدنيا ثابت خالص. فعشان كده حصل هنا فلاسيديتي بنقول عليها العضلات تعبت، الجسم تعب من كتر ما هو قعد كونتراكتد حوالي 36 ساعه. كان لازم نعرف البيزكس بتاعتها، لازم نبقى عارفينها دايما. حتى بيقول لك ايه في الافلام، ده متوفي وماسك المسدس في ايده اللي هو ضرب بيه نفسه مثلا، لو ما وقعش بيبقى ممكن يبقى ماسكه يعني، فبيقعدوا بقى يعملوا حركات كده، او مثلا اول ما يقتلوا يروح حاطط المسدس وقافل ايده عليه كويس قوي عشان يتاكد ان هو هيجوا يلاقوه عامل القبض على المسدس وهو انتحر. بس طبعا بتتعرف بسهوله قوي هو انتحر ولا لا من دخول وخروج الطلقه. مواضيع ان شاء الله هتاخدوها بالتفاصيل باذن الله في الطب الشرعي. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي الهايبو والهايبر كاليميا. انا هنزل لكم بيها ورقه اللي عايز يقرا اكتر، ولكن انا هقول لكم احنا بنسال عليها ازاي، والاسئله بتيجي زي على قد الكلام المكتوب هنا. اي تغيرات يا دكاتره في اي اين هيعمل مشكله في المسل كونتراكشن. كالسيوم احنا قلنا والله لو مش موجود مش هعرف اعمل مسل كونتراكشن اصلا. صوديوم طبعا هيأثر لي اساسا بقى بدايه على النيرف اصلا، ولا هيحصل اساسا اكشن بوتنشال في النيرف لو الصوديوم عندي قليل، هيبقى عندي مشكله رهيبه ان انا ابتدي اساسا اكشن بوتنشال في النيرف. بوتاسيوم مع الاسف من الاينز اللي بتتغير بسهوله جدا، يعني تغيرها سهل قوي نسبه لان هي اصلا تركيزها في جسمنا قليل. يعني مثلا ان كان الصوديوم في 100 100 حاجه و30 142، البوتاسيوم نسبته في الجسم قليلة 2 3 على حسب الريفرنس اللي احنا بنتكلم عليه. That's why هو وارد تغيره ببساطة. معلوماتكم لو حصل لا قدر الله شوية فوميتنج هيتغير البوتاسيوم ويحصل هايبوكاليميا. ولذلك احنا البوتاسيوم الحاجات اللي بسهولة قوي بتتغير، يعني دايما بعد الشهر لما اي حد مننا بيحصل له فوميتنج ودايرية كتير يقعد يسهل ويرجع كتير كتير كتير، ليه مش قادر يتحرك ومهمد، مش بس عشان فقد اكل او فقد نسبه تغذيه، ولكن برضو عشان فقد بوتاسيوم. وعشان كده سام تايمز لما حد بيسهل ويرجع اب تون يروح المستشفى من الحاجات اللي بيعلقوها له بيضمنوا ان هو خد شويه اينز منهم البوتاسيوم. والله هايبو او هايبر كاليميا هيقللوا امكانيه الفايرنج او الاكسيتابيليتي للعضله، وبالتالي هيقللوا كونتراكشن. هايبر كاليميا سوري معلش هتدخلنا في ميمبرين اكوموديشن، هتعمل اكوموديشن للميمبرين زي ما احنا خدناها كده في الموديول اللي فات بي ام اس 2. ولكن هايبوكاليميا هيدخلنا في هايبر بولاريزيشن، ودي برضو في مرحله انا مش هقدر في الهايبر بولاريزيشن. فاكرين في الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال في النيرف، لو انا وصلت اللي انا بقيت هايبر بولارايزد برضو انا في الاريا دي صعب عليا ان انا ابتدي تو انيشيت ان اكشن بوتنشال نورمالي من اول وجديد. ولذلك انا بسال فيها ازاي ان الهايبوكاليميا مش بتعمل اكوموديشن، الهايبوكاليميا بتعمل هايبر بولاريزيشن، والهايبركاليميا بتعمل لي اكوموديشن. الاثنين هيقللوا نسبه ان يحصل لي ميمبرين اكسيتابيليتي وان يحصل لي كونتراكشن. طيب الريفرنس بوك انا كاتبه لكم البيجز اللي عليكم النهارده ان شاء الله، هم 3 بيجز بس مش كتير. اراجع معاكم سريعا، احنا خدنا كده
اول حاجه المسل فيسيولوجي اكسيتيشن كونتراكشن كابلنج 1 دي نمبر 2، والثالثه سوري الرابعه ان شاء الله هتبقى المره الجايه ستريس ديوريشن كيرف. باذن الله المره الجايه في اول المحاضره انا هحط لكم شويه ام سي كيو كده عشان نراجع مع بعض على الداتا اللي احنا خدناها، واتاكد ان هي وصلت لكم باذن الله كويس وعرفتوا المعلومات حلو قوي. اتمنى تكونوا عملتوا حلو باذن الله في الكويز، يا رب يكون عدى على خير وكلكم ان شاء الله كده جاوبتوا تمام. اشوفكم ان شاء الله ان شاء الله على خير next time، يا رب تكون المحاضره كانت سهله عليكم وتذاكروها باذن الله، ونحل الام سي كيو ان شاء الله المره الجايه قبل اللكتشر الجاي. ثانك يو دكاتره، ويا رب ان شاء الله تفضلوا بخير كده وكويسين دايما. شكرا.